حياكم الله من جديد مشاهدين صباح الخير يا كويت. عالم الجراحات التجميلية طبعا أصبح عالم كبير ومفتوح على مصراعيه لكل ما هو جديد ومتطور في عالم الجمال وكذلك الترميم والتعديل. جراحات الوجه التجميلية والترميمية تعتبر أحد مجالات الجراحات اللي تستحوذ على مساحة كبيرة من الاهتمام في عالم التجميل على حد سواء للنساء والرجال. راح نتكلم اليوم عن هذا الموضوع معنا في صباح الخير يا كويت البروفيسور سامية عون، اختصاصية جراحة تجميل وجه وجسم. راح تطلعنا طبعا على آخر المستجدات من جراحة التجميل وخصوصا تجميل الوجه بعد التقرير. حياكم الله من جديد، ما زلنا في موضوع التجميل وجراحة التجميل للوجه والجسم مع الأستاذة سامية عون. صباح الخير بروفيسور سامية عون. صباح الخير. صباح الخير، حياك الله. في البداية نبي نعرف تقدير الحاجة علشان الإنسان يقدر يغير من ملامحه أو يسوي تجميل. تقدير الحاجة يعني كيف نقيم؟ نعم. هي لازم تكون تجي من الشخص، لازم الشخص يكون هو مش مرتاح بموضوع معين اللي مسبب له قلق في حياته العادية، في عائلته، في شغله. ولما يكون الشخص هذا مفكر في الموضوع بطريقة صحيحة نقدروا أنه احنا نغير الأشياء. طيب بروفيسور سامية، في ناس يمكن ما يشوفون أن في حاجة معينة، أو ممكن أنت كمتخصصة ما تشوفين أن في حاجة معينة، مع هذا أنهم يلجؤون لأشياء ممكن تكون ما عندهم حاجة لها. شلون يقدر يقيس أن أنا فعلا محتاج هذا الشيء ولا لا؟ لو ما في حاجة المفروض أنه الدكتور والبروفيشنال يفهم الشخص أنه ما في داعي أنه يعدل الموضوع. يعني هو يصير معناها نحكيه نقيمه مع بعضنا، ننصحوه المريض لو فيه داعي أنه يعدل الموضوع باش يكون أحسن، why not. نعم، خلينا نتكلم تفصيل أكثر. شنو ممكن المشاكل اللي أكثر شيء تحتاج إلى أن الإنسان يبي يسوي لها تجميل أو ترميم أو تعديل؟ هذا تبع كل شخص. يعني في شخص اللي وجهه أهم حاجة، لما يعدل وجهه هو راح يكون أرتاح. في شخص آخر راح يكون الجسم، يعني ما فيش حاجة اللي هي يلزمها تتعدل باش الشخص هذاك نفسيته تتحسن. يعني كل حالة لها خصوصياتها بالتأكيد. طيب في بعض التطورات طرأت على عالم التجميل، وهو عالم متجدد وسريع التجدد أيضا، شنو آخر ما وصل لعالم التجميل؟ هو صحيح أنه عالم متجدد وسريع التجدد، وفيه الميديا وفيه الانترنت وفيه الستارز، هذو ما يكل يخليه ديما احنا we are looking for the best، يعني we are looking for new techniques. وهذا باهي، معناها حلو وخايب، ومش حلو في نفس الوقت. يعني الناحية الإيجابية فيه هو أن احنا دائما نحبوا حاجات جديدة ودائما نحاولوا نحسنه. واللي فيه خايب هو أنه تجم تكون فيه تقنية جديدة ولا فيه وسيلة جديدة اللي هي ما خديناش الوقت الكافي باش نشوفوا الأعراض الجانبية تبعها باش نتفاداوها. يعني لازم نكونوا حريصين، أوكي نحبوا الأمور أنها تكون جديدة، أوكي أن احنا نحبوا نطوروا التقنيات، ما يلزمش فيها تسرع. نعم. بروفيسور سامية، بنشوف صورة الحين وياك على الهواء، راح نعلق عليها ونستكمل حديثنا. هذه الصورة، هذه مثلا حالة مش تجميل، هذه حالة ترميم، في وحم في الوجه مولودة به البنت هذه، ولما ننزعوه الوحم هذا من وجهها صار الترميم، وتشوفوا في الصورة أنه ما فيش أثر من بعد وأنها تقدر تعيش حياة عادية. يعني هذه حالة تبع ترميم مش تجميل. نعم، وهذه الحالات يمكن أكثرها يأثر على النفسية حاجة عادية أكثر من شيء. مثلا البنت هذه تلقاها من اللي هي في المدرسة، من اللي صغيرة ما تحسش روحها مثل الفتيات الأخريات. إي صحيح. سو تبقى به التعقد هذا حياتها كاملة، وتستنى اليوم أنها هي تروح لجراحة التجميل باش ينزعوا. أكيد. طيب الأعمار، إحنا ملاحظين أن في ناس الحين توجهت للتجميل بأعمار صغيرة جدا، فشنو الأعمار المناسبة أو العمر المناسب للسيدة أنها تتجه للتجميل؟ مثلا بالنسبة للحقن أنا نحب أنه نبتديه في سن 30. بصراحة من 25-26 يكونوا حريصات، والبنات كلهم يحبوا نفسهم جميلات في الوقت. أكيد. هذا ويبتديوا يحاولوا أنه يعملوا في حاجات لايت نقدروا نعملوها لهم، مثلا سكين بوستر اللي هو يحسن البشرة ويخلي البشرة نقية، وما فيش داعي أنه البنت تعمل فاونديشن ومكياج تحس نفسها مرتاحة بملامح طبيعية. تقدر تكون حاجة باهية، لأنه حتى
الترهل وحتى الايجينج بروسيس وي ستوب ات. يعني علاش ليه مثلا البوتوكس لما نبتديوها في 28 29 30 يحاول انه نحاولوا ان وي كونسيرف الجمال تبع الجفن تبع الحاجب تبع العين، العين ما تصغارش ما تدورش ما تغرقش، يعني تكون حاجات وقايه وتخليهم هما ما يعملوش حاجات يندموا عليها بعدين لانهم لسه صغار ويقدروا يتسرعوا ويقدروا يعاندوا الاصدقاء ويعاندوا الميديا ويعاودوا، يعني يعاندوا حاجات اللي هما من بعد تقدر ترجع عليهم بحاجات سلبيه. بالتاكيد في تقنيات جديده ايضا لشد الرقبه الى جانب شد الوجه، راح يمكن راح نشوف بعض الصور راح نتكلم عنها موجوده ويانا. هذه الصورة، هذه مثلا شد الرقبة صار بطريقة غير جراحية يعني من غير مشرط. تو الحاجات الحديثة هو أنه نقدر نعطيه نتائج بالحقن بالحقنة تقابل النتائج اللي هي بالمشرط. مثلا هذه عندها نيك لاينز، عندها تكسير في الرقبة تشوفها البنت صغيرة، والنيك لاينز هذوما لما نعدلوهم وهي في صغر السن ما يزيدوش مع الزمن، ما يعطيوش ترهل معهم. صحيح. يعني فما كذا بروسيجر اللي هي تحسن الموضوع من غير ما تخلي ترهل، من غير ما ان احنا نروح للمشرط في سن مبكره. طيب في ناس يمكن ما يعرفون شنو اللي هم محتاجينه، يعني عارفين ان عندهم مشكله او حاسين انه لابد انه يطرا في تعديل معين على الشكل او على الجسم، لكن مو عارفين وين المشكله، هل تنصحين انه يروحون لمتخصص انه يشرح لهم هذه المشكله او يلاحظ لهم وين المشكله بالضبط او الخلل؟ اي هم في كل الحالات باش يروحوا المتخصص باش يحكيوا معاه في الاول وياخذوا مهله للتفكير. نعم. ما لازم انا مثلا لما هي تحكي معاه ويتبادلوا الراي انها تتعدى للمرحله انها تعمل العمليه ولا تعمل حقن فورا، خلي تفكر وخلي تعمل سيرش نتاعها وبعدين يصير الستيب اللي بعدين. نعم. طبعا الحين احنا شايفين في بعض العلاجات حتى الرجال توجهوا لها اللي هي على ازاله السواد حول العين، وعارفه ان هذا الشكل هذا الشيء يمكن اكثر الاشياء المزعجه في الوجه، فبالنسبه لاخر ما توصلت لها التكنولوجيا في ازاله السواد تحت العين. مثلا انا في الشغل نتاعي معناها في العياده في الجرالة ان احنا طاقم كامل، يعني انا الجراحه ومعايا الدكتور تهامي اللي هو طبيب بشره ومعايا الدكتوره مركة اللي هي تعمل بيوتيز. نعم. يعني ثلاثه نتكاملوا، نكون انا عملت الحقن بالنسبه للاماكن الغايره اللي هي دائره بالعين في اسفل العين ولا في اعلى العين، بعدين نعديها للبشره سو يصير تقشير يصير كريمات، يعني العمل يصير في طاقم متكامل. بالتاكيد لان في اكثر من خطوه يمكن. أي. ولما نكونوا احنا متكاملين النتيجه تكون احسن بالنسبه للبيشنت. طيب يوصل الموضوع الى الجراحه ولا هو بس مجرد حقن وادويه وكريمات؟ لا. في حالات معينه الحقن ما يعطي ولا نتيجه، مثلا لو في ترهلات جلد ولا في الفات باكس اللي هما الورم اللي يصير صحيح. تحت العين، لما الورم يكون صغير نقدر بالحقن نخفيوه، وفي صور توري الموضوع هذا. حطوها قبل شوي احنا نسولف. اوكي. ولما لكن لما يكون الورم كبير مورم كثير تحت العين لازم تصير جراحه، والجراحه تصير تحت الشفره يعني الاوبن ابروتش نفتحوا تحت الشفره في الجلد، وفي جراحه اخرى نعملوها من داخل العين اللي هي ترانس كونجونكتيفال ابروتش، نستعملوها الناس اللي هما صغار في السن وما عندهمش ترهل في الجلد، اما لازم ان احنا نشيلوا الفات باكس مثلا. هذا عيونه محفره تحت العين وعنده السواد، يعني في مرحله صار له حقن وفي المرحله الاخرى صار له مع البشره الكريمات والتقشير وكذا باش هو يصير له النتيجه هذه اللي هي طبيعيه خاصه ما يبين. نعم. انه هو يعني الى اي درجه ممكن يكون فقد هذا السواد او تصحح شكل العين؟ التصحح شكل العين بالنسبه للحفر راح يكون 100%، اما بالنسبه للسواد راح يكون من 30 40% لحد 80 90%، انت وتفاعل البشره وانت كثير والاهتمام كذلك اوف كورس والادويه اللي ياخذها بعد. أيه. هذا في ناس وايد يكونوا منظمه ويتابعوا، في ناس لا اي في ناس تسوي الشغله لكنها ما تتابع عليها كعنايه بعد العمليه. صح. او شيء. نتكلم عن جراحات التجميل بالنسبه للجسم، شنو الجراحات اللي الحين اكثر اقبالا عليها؟ جراحة الجسم تو مثلا الستاندردز نتاع البيوتي والفاشن وكذا
تجبر الناس وتخليهم أنهم هما يعتنيوا بجسمهم أكثر من قبل. يعني السليم فيت والأمور هذه تبين الأماكن اللي هي ماهيش معدلة في الجسم. سو في صقل الجسم بالنسبة للنساء اللي هما جابوا أطفال لازم التميتاك وتقريب العضلات وقص الجلد الزايدة. بالنسبة للثدي التكبير والرفع والتصغير. الرجال زادة فيه الجينيكوماستيا اللي هي تبرز الثدي عند الرجل، ولما يلبسوا القميص اللي هو قريب للبادي تبعهم يبين انه فيه زوائد، هذو كان ننزعوهم. البطن زادة بالنسبة للرجل. كل ما هو متعلق بالجسم مطلوب كثير بالتأكيد، وخاصة مثل ما قلتي انه هو خط الفاشن، فيعتبر يعني شكل الجسم لازم يكون ستاندرد او شيء من هذا القبيل. نتكلم عن ان حتى الرجال يدخلون في هذا المجال التجميلي، لكن في ناس يسوون عمليات معينه اللي هي عمليات تخسيس والتكميم وغيرها، بعدها يترهل الجسم، فيكون في حاجه ماسه ان انا اصلح شكل الجسم. هني انا ما ابي اسوي جسم معين او شكل معين، لكن ابي اشيل زوايد معينه او ترهلات معينه. الى اي مدى الجراحه تقدر توصل لهالمرحله؟ شكرا على السؤال، هذا مهم جدا، لانه في كثير ناس اللي بالوسائل نتاع اللي هي نزل البيج ويت لوس، يعني نزل نزول يكون كبير في الوزن 20 30 40 كيلو. نعم. فيه اهتمام بالوجه وفيه اهتمام بالجسم. نعم. مثلا الاهتمام بالوجه والحقن لما تكون هي مهدوفة ولما تكون هي تشغل الكولاجين والإلاستين، الوجه ما يترهلش بنفس القيمة لو كان هو من غير الحقن هذية. مثل اللي حكينا قبل عليه اللي هو الكونتورينج، مثل العيون لما تغرق، يعني فيه شغل يصير في الفترة تبع الويت لوس لتفادي أن الوجه يترهل ويكبر. ولو الشخص ما قامش بالموضوع هذايا في الفترة اللي هو الوزن نازل يقدر يعملوا بعد، أما دائما بالوقاية يكون أفضل. هذايا تبع الوجه. نعم. يعني نقدروا أن ريلي نتفاداو المشرط. بالنسبة للجسم الموضوع is different، يعني بالنسبة للجسم ما فيش وسائل بسيطة باش تعدل الموضوع. الوسائل راح تكون الجراحة والمشرط، لأنه الجلدة تكون كبيرة بالنسبة لما هو داخل الجلدة. لازم يصير ليفتينج للبطن، ليفتينج للأرمز، للأيدي، ليفتينج للأفخاذ، ليفتينج للثدي، لأنه لازم معظم أجزاء الجسم، يعني لأن هي أغلب أجزاء الجسم تتأثر. وهذا عادي، لأنه هالجسم هذا كان منفخ وكان فيه 20 و30 و40 و50 كيلو. والنزول بهذا الشكل بدون تدرج يعني اكيد لابد انه راح يسبب ترهلات كثيره. فهني يدور الرياضه، الى اي مدى ممكن الرياضه تساهم في شد الجسم ويعني تغنيه عن هذه عن المشرط، يعني مشرط الجراحه؟ هي رياضه مهمه، والدكتور تبع الدايت مهم. يعني الشخص اللي هو عامل عمليه تاع تكميم او غيره والوزن ينزل لازم يكون باتصال مع جراح التجميل، باتصال مع دكتور الدايت. واحنا عندنا دكتور دايت اللي معنا في الطاقم، مش معنا في العياده امام، معنا في الطاقم. اوف كورس كوتش مع الرياضه. لازم يكون الطاقم الكل يفكر مع بعضه باش يعطي اكثر ما يقدر للشخص هذايا، وما يخليهش يمشي في طريق اللي بعد ما يقدرش يرجع لورا لوحده بسهوله. نعم. في بعض الناس لما يسوون العمليات الجراحيه اللي هي للسمنه لهم قابليه للعوده للسمنه، وكثير من الناس سووها ورجعوا وسمنوا. لو سووا الجراحات اللي هي الترميميه خلينا نقول بعد السمنه، الى اي مدى ممكن يتاثر الجسم لو رجع سمن؟ هذاك علاش مش لازم تكون معناها الجراحه الترميميه تبعي هي في مرحله مبكره. لازم ننتظروا باش نتاكدوا انه الشخص الوزن نتاعو ثابت، ويكون هذايا اعطانا الاوكي نتاعو الدكتور تبعو تبع الدايت، خاطر يعرفوا متعود عليه ويعرفوا منظم ولا مش منظم، ويعرفوا يقدر يزيد 5 و10 كيلو والا هو يعني البوان نتاعو ستابل، الوزن نتاعو ثابت. هذايا الكل يخلينا نشتغلوا طاقم. هي هذه الفكره. نعم. لانه لما شخص انت تعمل له مثلا شد الايدي ولا البطن وبعد يعاود يزمن، النتيجه راح تروح اكيد. وفهمت، وهو اصلا النفسيه تبع الشخص اللي هو وزنه زايد غير النفسيه اللي الوزن نتاعو عادي حياته كامله. يعني هو كان معناها تعذب من الوزن نتاعو الزايد، وتعذب من العمليه اللي نزل الوزن، ومن بعد يكون في صراع مع نفسه لانه وزنه زايد.
فهمت؟ يعني لازم احنا يعني يعتبرها ان هذه ويست اوف تايم، انه هو خسر وقت وجهد كبير ورجع لنفس المشكله لانه رجع سمن مره ثانيه. يعني تكون كولبابيليتي، يعني هو راح يلوم نفسه بطريقه كبيره ويخليه يقدر حتى يعمل ديبريشن من بعد. هذاك علاش جراح التجميل مسؤوليته كبيره برشا، يعني يلزمه هو يعمل تدخل نتاعه لما يكون متاكد ان الامور هذه ثابته. نعم. طيب كثير من الناس الحين لما يتجهون للتجميل يبون صورة معينة، أنا أبي أصير نفس هذا الشكل، أو أبي يعني مثل شفايفها أو مثل خدودها أو مثل هذه الأمور اللي يعني تصير وايد، خاصة الحين بانتشار السوشيال ميديا والأغلب المشاهير اللي صار في السوشيال ميديا يعني متجهين للتجميل بشكل كبير وقد يكون مبالغ فيه. فإلى أي مدى تواجهون هذه الحالات وشلون تتصرفون معها؟ هو البيشنت عنده ضغط تبع السوشيال ميديا والمشاهير، والدكتور الجراح عنده ضغط زايد على خاطر عنده ضغط السوشيال ميديا وكذا، وعنده ضغط البيشنت. نعم. انا نحب اني نشوف الصوره انه الشخص يحب يولي كيفها، لانه هذاك يبين لي الشخص هذاك منطقي اوبجيكتيف والا لا. احيانا الصوره صحيح نقدروا نقاربوا، ما نقدروش نعملوا نفس الموضوع، اما نقدروا نقربوا ونشوف انه الشخص مفكر كثير، لانه هذاك يعطيه حاجه زي معناها يعطيه حاجه بوزيتيف. اي صحيح. احيانا تلقى الشخص هذاك بعيد عن الرياليتي، بعيد عن الواقع تماما، تفهم انه فيه مشكله. نعم. صحيح. ولازم انت تفهمه انه مش مهم انه الناس تشبه بعضها، مش مهم انه تكون انت مثل الشخص هذاك، لانه ما عندكش نفس الحق مثلا فيه بالنسبه للجسم، العظم، العضله، تفرق ما بين شخص وشخص، تفرق من بلد لاخر. مثلا الناس اللي هما لونهم غامق عندهم العضلات نتاعهم متكونه اكثر من الاخرين. نعم. كيما مثلا يوروبيان ستايل اللي راح يكون العظم نتاعهم أدق، يعني ما يقدروش يقاربوا بعضهم، أما أحيانا نقدروا أنه نوصل إلى درجة ما. شكرا جزيلا لوجودك ويانا بروفيسور سامية عون، أختصاصية جراحة تجميل الوجه والجسم. شكرا. شكرا. فاصل ونعود لكم.